أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير، حياكم الله مجدداً ورمضان كريم عليكم. رمضان كريم من وسط منطقة بغدادية جميلة امتازت بجمالها وبساطتها وهدوءها. موجودين في مدينة الأعظمية، هذه المدينة اللي احتوت الكثير من الفعاليات والمناسبات الدينية في شهر رمضان المبارك لمدينة الأعظمية. قدسية كبيرة جداً ومهمة جداً، خاصة وأن فيها مرقد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه. أنا الآن متواجد في تقاطع مكتبة الصباح، هذا التقاطع الحيوي الرئيسي اللي يربط مناطق عدة. هذا الموقع بالجانب الأيسر ساحة عنتر، خلفي شارع الضباط، يميني شارع عمر، خلف الكاميرات شارع سهام. هذه كلها شوارع رئيسية وتجارية. من الأعظمية حلقتنا ورمضان كريم. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم ومشوارنا من الأعظمية. بديناها بمكتبة الصباح وراح نكمل من مكتبة الصباح وننتقل إلى مناطق أخرى في الأعظمية. متواجدين حالياً ولدى الحاجة أول مواطنة تكون ويانا بحلقتنا لهذا اليوم، عندها مناشدة. قبل المناشدة نقول لك رمضان كريم. رمضان كريم يا رب، الله عليك وعلى جميع أمة محمد يا رب. الله يحفظك. أيوة. إن شاء الله أيام خير وبركة عليك. إن شاء الله، وإن شاء الله العشر الأواخر تكون خير وبركة على الجميع. الله يحفظك. بما أنه العشر الأواخر، جناب تحدثت عن أمر مهم. النصيحة شنو تنصحيها للبنات بهذه العشر الأواخر؟ والله الالتزام بالتعاليم الدين الإسلامي، باللبس المحتشم، الاحترام الأب والأم، صلة الرحم، أهم هاي الشيء هذا الوقت. طيب زين، الأعظمية بعدها محافظة على عاداتها القديمة، أهل الأعظمية بعدهم محافظين على هذه الأجواء؟ والله إن شاء الله ما دائما يهتمون بالعادات القديمة. أي عندك أهم شيء صار عدة سنوات مال الإفطار الرمضاني اللي يمه بحنيفة، إفطار الجماعي. الإفطار الجماعي كل سنة يقومون به، والمتبرعين هواية من أهل الأعظمية وخارج الأعظمية بهذا الإفطار. جيد. شنو المناشدة اللي قلتيها؟ والله مناشدتي إلى السيد رئيس الوزراء السوداني انه يا ريت يرحم الشباب من هذا القرار بعد الساعه السادسه بحز الدراجات، لانه خاصه في هذا الشهر رمضان يكون العمل مالتهم بعد الفطور، فيا ريت انه يوقفون الحجز لحين القرار مال 1/5 بترقيم الدراجات. هو السؤال الاهم انه اذا ترقم من الدراجات يعني المفروض بعد ما يتحاسبون. والله أشو إحنا سمعنا إنه القرار ما بعد الساعة السادسة حتى لو كانت الدراجة مرقمة. زين ما فائدة الترقيم؟ زين يعني أنا اللي حز قلبي قبل يومين إنه شاب حزه ودراجته وصعد على الكرين يقولهم أمي مريضة أرد أروح، ومع ذلك أخذه هو والدراجة، والثاني يعني شاي وراء الفطور هو وترمز الشاي والدراجة انحجز. يعني شنو ذا قرار ما بعد الستة؟ قرار ظالم ومجحف. تمام، حياك ان شاء الله. فياريت انه انت الشباب وين تروح؟ شلون يعيشون عوائلهم والتزاماتهم؟ تمام، حياك الله. ممنون، جزيل الشكر. هذه رسالة إلى السيد مدير المرور العام المحترم اللي استلم مؤخرا بعد السيد اللواء طارق المحترم. هذه المناشدة نرفعها لجنابك من برنامج رمضان هنا، ونقول لك مبروك تسلمك مديرية المرور العامة. لكن قرار ما بعد السادسة الحظر اللي موجود على الدراجات فعلا يعني بيضايق الناس، وإلا ليش خليتوها تدخل بغداد؟ أو إلا ليش شنو اللي حيصير بعد السادسة مساء؟
يعني لا تحكي عن الجانب الأمني، هل بعد السادسة مساء يقدر أبو الدراجة أن يفجر وما قبل السادسة ما يقدر يفجر؟ لو يقدر يخطف قبل الفترة المسائية وبعد الفترة المسائية ما يقدر يسوي؟ أكو فت قرار غامض وظالم عند الشباب هاي ناقشوا بيه وايد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم يا حبيبي. أهلا وسهلا. بالعظمية؟ بالعظمية. شلون هالأجواء العظمية برمضان؟ والله أجواء العظمية هي حلوة كل رمضان. زين. وخاصة عندنا هنا يعني العالم تطلع على الطوب. زين أجواء حلوة وكريمة. زين. وأجواء جميلة الحمد لله. طيب زين الشباب عمل في رمضان اكو بالنسبه لكم؟ والله يعني هي كشغل قصدك انه مو كل المطاعم او كل المحلات تقدر تشتغل. اكو عالم برمضان تعزل، اكو عالم برمضان يعتمد هو شغلها على رمضان. زين زين والحمد لله نعمه. زين وين تقضون وقتكم بعد الافطار؟ وين تروحون؟ بالشغل. انا عندي شغل. انت شغل؟ اي الحمد لله. زين غيرك الشباب هنا اكو اماكن ترفيهيه؟ اي اكو عندنا قهاوي، عندنا منتزهات يطلعون عليها ترفيهيه. اي المولات. زين اكو بالمنطقة بالعظمية اكو مناطق فقيره، عوائل فقيره؟ اي اكو. اكو اي بس يعني الحمد لله احنا هنا متعاونين ايد واحده. ما خلي احد يحتاج. زين هذا الاهم انه الحمد لله إنه الكل يشعر بالفقر مو؟ اي الحمد لله. ضرور. زين هو احنا هنا ايد وحده. احسنت بارك الله فيك. رمضان كريم عليك حبيبي. علينا وعليكم يا حبيبي. شكرا جزيلا. هلا هلا بالشباب. رمضان كريم. علينا وعليكم. شلون الصحه؟ والله زينين الحمد لله. حياك الله. حيا الله من قال. شلون الاجواء العظميه؟ والله العظميه هي معروفه حلوه باجواها الطيبه. اجواها حلوه اجواها رمضان. زين وين اكثر شارع يصير به زخم بالعظميه؟ طبعا هو معروفه بالعظميه شارع سام وشارع الضباط. احلى شيء دني عندك بالعظميه. يعني برمضان زخم يصير بين اكثر شيء. بعد الافطار يعني يصير بين الحركه بعد قويه. بعد الافطار عندك ويم الحديقه يمين عندنا حدائق هواي بالعظميه. يعني مو كلش طيبه برمضان. جيده الاجواء هنا؟ الحمد لله شكر زين حلو. زين الجوانب الخدميه الامنيه شلون هنا؟ اكو حلوه واكو مو حلوه. نجي على الحلوه. يعني العالم متونسه فرحانه بس البعضات المو حلوه مثل ما قاعد اشوف الحجز ما دراجات عندنا شويه مديهم للشباب. احنا كوا تعرف مطاعم عدد الدليفري ما دليفري قاعد تحجز عندي مطعم. البارحه عندي دراجات اثنين حجز. زين بس سؤال، انت عندك دراجات دليفري؟ دليفري. انت مخول المفروض عندك تخويل دراجات؟ عندنا حتى لا اكو تخويل. يقول لك ورا سته ممنوع. اليوم انا شاب شغل بدراجه. شلون انا اذا اطلع وين حجز شغل؟ انا على رزق على الدراجه وقاعد انطي 50,000 وكل شيء ماكو. عمي خلي بس انتم مسموح لكم تتجولون الدليفري؟ ماكو هسه كل الدليفري عنده اثنين محجوزين هسه. اها وتسوي تقول لك يسوي وصل تطيهم وصل تطيهم. بس بالعظميه هيك؟ بس بالعظميه حاليا هسه موجود. بس بالعظميه التجديد انا حسب ما قاعد توصل المعلومه. واكثر شيء انت قاطع الصباح هسه اقل شيء يمكن السياره الرابعه مدري الخامسه مال حجز مال دراجات. خبط وتروح خبط وتروح وتجي غيرها وغيرها وغيرها. يعني انا اعرف البارحه ولد يعني عيشت. هو السؤال السيد وزير الداخلية المحترم تحياتنا. احنا كل شيء مارقين عنده. قال احد واحد خمسة مهلتكم بعد يعني عندكم مجال. عندنا مجال بس هو غير يعطينا المجال على مود نقدر نروح. احنا مثلا يقول لك اليوم وراق الدراجات نروح الرقم ما بيها شيء بس يقول لك حدك للستة. يعني انا شغل الصبح خطا هذا الشغل بالليل شنو اللي يشتغل دليفري والكاس بعد الدراجة يعني طلع 10,000 ويرجع ما تكفي هاي 10,000. صح. فاحنا صح. اللي نريده يعني يخلون الدراجات عامة ذولي اهل الدليفري فقط. يعني هذا المتسول هذا ما لنا علاقه به بس الدليفري اللي يريده من عندهم بس. يلا حياك الله يوصل الساده المسؤولين يسمعون ان شاء الله. السلام عليكم. لا قاموا حلو. ليش؟ يعني خاف ما يصير حلو شيء. لا انتم حلوين ليش ما يصير؟ الله يسلمك. اول شيء رمضان كريم. علينا وعليك. احنا طلاب هنا قاعدين. حياك. قاعدين بهذا الفرع فرع الكوخ. اي. عم قاعدين بفرع مال يهود والله. ليش؟ لا تجيبون لنا سحور، لا تجيبون لنا فطور. هاي 24 ساعة. هذا سداد. هو يسمع صوته هسه سداد ما يسوي فطور ولا يسوي سحر. انا زكريا خطاب. ليش ما تسوي انت فطور؟ احنا طلاب. انا اجي تعبان من الدوام هو قاعد بالبي. زين والبقيه؟ البقيه شنو نظامهم؟ نوم 24 ساعه نوم. عندنا بالهدامه من السمام. وانت حياتي لي. وانت تطبخ وتسوي؟ اي والله بس انا. لا والقران شايلهم علمتوني نانا. زين كم نفر؟ احنا خمسه. خمسه بشقه واحده؟ خمسه بشقه واحده. الله يعينك. اي طلاب بس. يا مرحلة ثالثة. يلا مرحلة ثالثة الله يوفقكم ان شاء الله. حبيبي حبيبي. الله يوفقكم. وهذا زكريا هسه قل له اشترينا كيلو زنود. ايه. يقول لي ما اصرف عليكم. عمي علي يمن.
زكريا يشتري يستاهل. زكريا شايلكم عليه والقران هذا عود خطار. اها ويشتغل ما شاء الله من السماوه؟ انا لا من دياله. من دياله حياك الله تحياتنا لدياله. حبيبي حبيبي الله يسلمك. شكرا. هلا هلا حبيبي. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم. الله عليك. شلون صحة؟ علينا وعلى الاسلام. حياك الله. امين رب العالمين. الله يحفظك. شلون الاجواء العظميه عندكم؟ والله انا مو من العظميه. مو من العظميه. من وين؟ انا من الانبار. حيا الله الانبار. الله يسلمك. الله يحفظك. من وين من الانبار؟ والله من فلوجة. فلوجة؟ حيا الله الفلوجة. زين اجواء الفلوجة يعني لها طعم خاص برمضان. طبعا. كونها مدينة المساجد ام المساجد وفيها حملة اعمار ايضا. اي بيها حملة اعمار طبعا. شلون رمضان؟ بهلها بهلها. اي الحمد لله. دوم دومكم ان شاء الله خيرين. والله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله الامان على العراق وعلى بعد هاي اللمات العشائرية تكون مزاور بين القبائل. اي بعد. المضايف. عادي 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 موجود. اي موجود عادي. زين وين تقعدون بالفلوجه وين انت يعني وين بعد الافطار؟ بعد الافطار كل واحد يروح الصلاه وكل واحد يروح عادي يشوف يم الشيخ واحد يروح او يم الاصدقاء. يم الاصدقاء. حلوه لمه الحبايب والاصدقاء. هي طبعا حلوه. اي يعني هي اهم شيء صلاه الرحم طبعا ضروريه. هي ضروريه طبعا وهي ركن من اركان الاسلام طبعا. زين احنا اليوم نوصي شبابنا انه يهتمون بقضيه صله الاصدقاء وصله الرحم والقوه. اي والتعاون على اي شيء يعني هو بالله يقول بسم الله الرحمن الرحيم تعاون على البر والتقوى ولا تعمل عليكم الحلول. يا خريحه طبعا احنا اسلام احنا قبل كل شيء. زين رسالتك للاغنياء في شهر رمضان شو تقول لهم؟ الاغنياء والله المفروض نطول الفقره يكون المفروض لأن هذا يعني هذا يومهم أنا أقول إيه هذا يومهم هذا يومهم وشهرهم والحسنة بعشرة أمثال بالضبط إيه؟ يعني إنه هذه 30 يوم يفعل بها الغني بصدقته فعل خير الفقير. طبعا أستاذ طبعا لازم ينطي ولازم يزكي ولازم يتعاون ويا منطقته وأي شيء يقدر عليه الله سبحانه وتعالى يعوضه. تمام. مو خسارة يعني بلده. حياك الله. بلده مو خسارة. شكرا لك. تحياتي لديرتك الفلوجي. هلا ومرحبا. هلا السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ شلونك؟ رمضان كريم. علينا وعليك. شلون أجواء العظمية؟ حلوة أجواء العظمية هذا حلوة كلش حلوة. زين أي مكان يطول لي الفجر؟ ساعات متأخرة. الساحة. الساحة اللي تقصد بها المطاعم والساحة. ساحة الإمام الأعظم. إي الإمام الأعظم. زين هذه تكون بيها حركة أكبر؟ كلش يعني كلش كلش هواي يعني. اها كلش حركة قوية. زين الحركة الاقتصادية بالعظمية شلون؟ يعني تدري هسه يعني هي أول أيام تجي ضعيفة الناس صايمة بدايتها صايمة ويعني وراها يتحرك شوية السوق وراها الناس تلتجي إلى الملابس وتدري أيام عياد يعني بعد مثلا يخف الطلب مثلا على أجهزة أو أكسسوارات أو تلتجي للملابس العالم. زين شنو اليوم اللي انت كشاب تتمناه بشهر رمضان؟ يعني من اي ناحيه؟ كامنيه شاب لبلد لحال الشباب. والله يعني هو هسه تقريبا الشارع حلو ما في شيء بس عندك مشكله مثلا انه حجز الدراجات بده يصير هسه هذا هنا بالشارع. احنا كنا دراجات هنا بالعظميه. ناس ليش بالعظميه دراجات هواي؟ ها البارحه صارت حاله مشابهه ويا ولد صديقي حجز الدراجه هي واقفه طبعا. هي واقفة؟ واقفة وخذوها؟ واقفة بس ما أخذتهم قال له لو تأخذ الدراجات كلها لو ما تأخذ دراجتي المهم قال له والله هاي بناء الكبار والمخاتر مع الأعظمية المختارين اللي هو كان هنا أنا واقف طلب مخاتيرة هالي العظمية؟ مخاتيرة هالي العظمية وجاء زين مخاتيرة هالي العظمية يعرفون إنه العظمية صغيرة والسيارات الزخم بها كبير في الدراجات هم وجهوا على التكاتك تكاتك مو دراجات حوروا الامر الى دراجات حكاها من يعني من يمه من قلبه طلعها او صحيح ما اعرف تمام حياك الله شكرا جزيلا لك حياك الله هلا هلا ومرحبا شلونك؟ الحمد لله رمضان كريم علينا وعليكم وين ساكن؟ بالعظميه وين بالعظميه؟ يمجم الخطاب اها على السده ما شاء الله ايه شلون اجواء رمضان عندكم؟ الحمد لله زين تصلي لو لا؟ ايه الحمد لله حلو الواحد التزام بالصلاة والعبادة ايه السؤال ورا الفطور وين تروح؟ نطلع نروح نتبع مسلسلات لا نروح للمعلمة ان شاء الله يا رب رمضان كريم لك حبيبي علينا وعليك شكرا عفو. يلا الملاحظة قبل ما ننتقل إلى مكان آخر أثناء وقفتنا بهذا المكان وردتنا الكثير من الملاحظات والشكاوى على قضية حجز الدراجات في تقاطع مكتبة الصباح رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم
مدينة العظمية مدينة صغيرة جدا تكتظ بالدراجات، شوارعها ضيقة جدا. الأهالي اللي دا أشوفه أنا بهذه المنطقة، الأهالي الشباب أغلبهم هم سائقي دراجات، فبالتالي حصر هذه الأمر في منطقة العظمية تحديدا أمر يثير علامة استفهام كبيرة. ليش؟ في مناطق أخرى ماكو حجز دراجات إلا في العظمية. الأمر الآخر، هذه المدينة ما تتحمل الكثير من السيارات لأن شوارعها ضيقة جدا، فالحل هو الدراجات. لكن احنا مو مع الدراجات الفوضوية، لا، احنا مع الحل، مع انه تترقم الدراجات ويكون لهن حل رسمي. لكن السؤال الأهم بهذه النقطة كلها، بعد 1/5 هل يحق لرجل المرور وضابط المرور ان يحجز دراجة؟ وشنو السبب؟ لأنه إذا نقول ترقيم فهذا أمر إلى حق الدولة وخاصة وزارة الداخلية لحق كبير، كون أي عملية اغتيال أو سرقة بدراجة فالمجرم يمر مرور الكرام. لكن إذا ترقمت الدراجة بعد يستمر الحجز، إذا استمر الحجز فإذا القرار مجحف وظالم. والأهم من ذلك السؤال اللي طرحه أبناء العظمية، أنا ما لي دخل، يقولون أكو وجهاء ما وجهاء، ما لي دخل بهاي الأمور. أنا اللي دخل بالداس مع حاليا يمي أنه شباب العظمية يقولون عندنا مهلة منا 1/5، أعطونا مجال نرقم الدراجات، وإلا ليش الحجز على العظمية وتحديدا في مكتبة الصباح. خلينا ننتقل إلى مكان آخر، وبعدنا بأجواء رمضان، وحياكم الله القيانة. أهلا بكم أحبتي المشاهدين، حياكم الله، ومستمرين في مدينة الأعظمية. اخترنا هذا الشارع بعد مكتبة الصباح، هذا الشارع اللي حدثون به أهالي الأعظمية وضيوفه هواي، اللي هو شارع الضباط. شارع حيوي تجاري فيه الكثير من المحلات وماركات التسوق وما إلى ذلك، لكن هذا في كل الأيام هو تلقاه أكثر زخمة، فبالتالي في شهر رمضان إلى الأولوية في مدينة الأعظمية. خلينا نكمل حوارنا. والقهوه شلونها؟ رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم، كنا عادلنا وعليكم الصحه والعافيه ان شاء الله. الله يحفظك. الله يخليك. القهوه شيء رئيسيه برمضان بعد الافطار. طبعا هي ورا الافطار هي تصحي الانسان. تخلي الانسان يسولف فيها، شغل عقل الانسان يعني. من وين جنابك؟ انا من سوريا. والنعم، حياك الله. الله يسلمك. شلون سوريا؟ والله الوضع تعبان الحمد لله. انا صار لي زمان هون وبشغل قهوه جي على باب الله. قهوجي في بغداد. في بغداد تحديدا بالعظمية لو تتجول؟ لا بالعظمية شارع ضباط. يعني موجود دائما هنا؟ موجود دائما ان شاء الله. ايش عجب من سوريا اختاريت العظمية يعني تحديدا؟ والله شلون اقول لك، هي بغداد ناسها كلها طيبين، ولكن هنا عندي زبائن، عندي معاميل يعني. عندك معاميل؟ اي الحمد لله. انت شربنا القهوة منك قبل التصوير مرة. هي قهوة يعني مرة، هي القهوة العربية. قهوة العربية. هي قهوة العربية. طيب اكو بعد يعني شرابة قهوة عربية، لو هسه صار التركي والميكس والغيره؟ الله، هي بالنسبة للقهوة العربية هي تجي الأساس، هي اللي تجي اليمنية بس، ولكن هذني الإكسبريس ما أدري شنو التركي والعميد، ويعني صار أشكال ألوان، بس هي تجي الأساس هاي القهوة المرة هاي الحبي سوا. منو أكثر من يشرب القهوة المرة؟ شلون يعني؟ أكثر فئة، شباب، نساء، رجال، كبار، صغار؟ لا، الأكثرية الشباب والكبار بالسن. كبار؟ طبعا بالنسبة للنساء يعني نسبة قليلة. نسبة قليلة. إيه حسب كل من رغبته. وين ساكن أنت؟ أنا ساكن في باب معظم. الحياة في بغداد صعبة غالية؟ والله هي من الواحد يقول يا الله ماكو شيء غالي. زين. سوريا في رمضان شنو كانت أجواءها سابقا؟ والله هي سوريا كانت جنة يعني. إذا كان أكو جنة في الأرض بالعالم هي كانت سوريا. بالنسبة لسوريا كانت رخص، والحياة كانت حلوة، يعني شنو عايشين، عايشين حياة طبيعية. فلذلك صار حرب وتهجرنا، وهي إن شاء الله العراق بلدنا. إن شاء الله، هلا بيكم. العراق وسوريا بلد واحد. هلا بيكم. هلا بيكم وكل العراق. ماكو فرق إن شاء الله بيننا وبين العراق. بلدكم إن شاء الله. طيب إن شاء الله. بعد أي ساعة ترجع للبيت؟ والله أنا بطلع دائما بالساعة 8:30 للوحدة، 2 بالليل برجع البيت. 2 بالليل. ورزق على الله. الله يرزقك يا رب. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. حبيبي. ممنون. شكرا الله حبيبي. الله يرزقك. طبعا احنا ودنا نسولف، اجواء متقلبه، زخات مطر في بغداد في هذه الاجواء الربيعيه الجميله. خلي بس ديروا الكاميرا، خلي نشوف كوزمتك. احنا نريد نشوف
النساء في شهر رمضان، شنو أجواء الكوزمتك مع النساء؟ أول شيء نقول رمضان كريم، شلون الصحة؟ الحمد لله بخير، مساء النور. الجمال هسه احنا وين طبينا؟ في محل الجمال بالكوزمتك. الكوزمتك النسائي زين. اولا النساء جميلات بدون مكياج لو بمكياج؟ لا بكل الحالات. كل الحالات؟ كل الحالات. جيد جيد. يعني هي الموضوع موضوع ثقة بالنفس. طبعا ثقة اكيد، يعني عادي اللي تجينا بدون ميك اب تحب تحلي نفسها بالميك اب، يعني هو مجرد تعديل؟ لمسة بالضبط، هيجي اللمسة، يعني الله جميل ويحب الجمال فيتجمل بالمكياج، يعني هيجي إضافة. صح. طيب احنا أول مرة نطب كوزمتك يعني برنامجنا كله، يعني هاي أول مرة نطب. تشرفني. بس أنا جت ببالي فكرة إنه المرأة بعد يعني في شهر رمضان همينة تتجمل، همينة تشتري لو لا إلا أكيد. بعد لو عيد أكيد. أيضا لا أكيد، هسه تعرف رمضان بعد الفطور تبدي الناس يعني نقوصات العيد، صبغ الشعر، الحمرة، الفونديشن، تبدي كلها تكملها على مود هاي أجواء العيد. فأكيد يعني أجواء العيد تعرفها غير شكل الأظافر، الميك اب كله يعني. زين. أسعار الميك اب الموجود زين. أسعار غالية؟ كل بعض أسمع يقولون أسعار مبالغ بيها نوعا ما. أي صحيح، أكو ميك اب يعني هو كل حسب شيء يعني ماركاته، بس يعني كأحنا هنا إنه لا أسعار مناسبة، حتى إنه شو نستهدف جميع الطبقات مثل ما قلت تفهمني، فتكون الأسعار مناسبة لكل الفئات، حتى الكل يعني يتسوق براحته. زين. أنا دا أبتسم على قضية، دا أقول النساء هواية عندهم يعني في الأمور تسويها يعني في وجهها. زين. الرجال بس حدد لحيته وطلع وخلص. لا ليش يجون يأخذون صبغ شعر الزلم همينة ويأخذون صبغ لحيتهم حتى يعني تسوي الأمور والله. زين، يعني قاموا ينافسوكم بعض الرجال. بالضبط. لا يجوني حتى يأخذون سيرامات للبشرة. مرطبات يعني كوزمتك هذا صاير مو بس أحمر شفاهم يأخذون؟ لا عاد ممكن تحطيه. يقال انه اكو بعض الشباب ياخذون يعني هو تنت شوي يوردون مو مشكله. لا بس هاي القضيه نسائيه بحته يعني. اي طبعا اكيد طبعا. رايك بهذه البعض القليل اللي يحطون هيك شغلات بالنسبه للشباب؟ اني ضد. ضد؟ اي طبعا يعني هو تبيعي لهم شو تقولين بينك بنفسك؟ أني ما أفكر النفسي يعني أول شيء جاني همينة شخص رأس فونديشن الوجه. فونديشن. بالضبط فونديشن. أي فأني فكرت إنه قلت له أختك زوجتك شنو بشرتك، كان يقول لا بشرتي أني. فأني تفاجأت يعني قلت له أوكي، فأراد إنه ما يطقع وقعدت أعلمه شلون يستعمله، فهو يعني هو قناعة. أنت عاملتي شنو؟ عاملتي رجل لو امرأة كمكياج تحديدا؟ كميك اب؟ لا اني خبرتي يعني نسائية. فاكيد من انطي يعني انه اعلم عملتي يعني مو كهو لا يعني حشا يعني كعنصر نسائي بس يعني اني هذا المحل شو اسوي. زين الله يرزقك ان شاء الله. انت عامله في هذا المكان؟ اي نعم. اليوم دا اشوف الفتيات بهاي اعماركم عاملات يعني اكو دا يعتمد على نفسهم. زين. هذا الامر ما كان موجود سابقا، يعني ما كانت اكو المرأة فعالة بالمحلات سوبر ماركتات مولات. اليوم اكو دا اشوف العنصر النسوي مشابه للعنصر الرجالي بالعدد نوعا ما بالمحلات. بلي دا افهمك. بالضبط نعتمد على نفسنا، لانه هسه كنا يعني هسه انا على باب تخرج، راح اتخرج انه مثلا خما اقعد بالبيت، فانه اعتمد على نفسي اطلع اشتغل احسن لي من مقعده، لانه اذا تجي كوظيفه ماكو مثلا، فنطلع نشتغل منها نقضي وقتنا، منها اكتساب خبره، فاني هسه مكتسبه خبره دي. وبنفس الوقت احب هذا الشغل فمتونسه. الطموح شنو الطموح؟ طموحي يعني كأني يعني من هذا الاختصاص لو كدراسة لو من هذا لا هذا شغل ثانوي. هيك نقدر. الطموح طموحي لا ان شاء الله اطمح اريد اكمل اريد اتعين كل شيء ان شاء الله. ان شاء الله يا رب موفقين لك ان شاء الله ونشكرك ويا رب ان شاء الله كل ايامكم خير وافراح. اهلا وسهلا. شكرا نورتينا. يلا اطلعوا لنا الكاميرات شباب. تحدثنا عن جانب الجمال للمرأة، تحدثنا عن اللمسات البسيطة للمرأة العراقية. بهذه الأجواء تكون يعني المرأة موجودة بعد الإفطار تجهز حالها بتجميل نفسها، وطبعاً المرأة العراقية أصلاً هي جميلة وحلوة وما يحتاج يعني إضافات كثيرة. تعال شتري، تعال رمضان كريم علينا وعليك. شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ حسام كميل. حسام من وين؟ من أهل القاعة مع بويدي. ونعم. شلون القائم؟ والله زينة، بس قاعد نبيع خبزتنا نسوي بيوتنا ونرجع عليها. زين تبيع شنو هذا؟ خبز. خبز. ليش ما ترجعون لبيوتكم؟
قاعد نكمل بيهن، مو طيارات ضربتها. صار القصف وانهار بيوتكم؟ اي والله. زين، انتوا هنا شنو شغلكم؟ بالخبز تبيعون؟ ايه. من يخبز؟ امي تخبز من جنبي. ليش تبيعون شي السلم؟ بألف دينار. بألف. من يطلع وياك انت؟ اطلع انا وهذا. هذا اخوك؟ انتوا اثنيناتكم تعينون عائلة يعني؟ تصرفون على بيت؟ ايوه. كم شخص؟ بس. كم شخص؟ احنا يعني عائلتكم؟ ايه 12 واحد. 12 واحد؟ انتوا اللي مسؤولين عليهم بالمصرف؟ ايه. الله يعزكم. هذا البرد طالع حبيبي؟ ايوه والله. أيوة. مطر وباردة. والله شو تسوي غير نعيشه هنا؟ شو اسمك؟ احمد. احمد، يا هلا ابو حميد. حياك. انت بطل ابو حميد. المهل. انت واخوك صباح. اعتمدتوا على نفسكم؟ ايوه. ما مديتوا ايديكم؟ الحمد لله. فهذه هذه شنو هذه؟ هذه اصل الرجوله هي. صحيح. يعني تكون رجل تعتمد على نفسك. احنا نقول يا رب ترجعون لديركم. امين ان شاء الله يا رب. تحياتنا لاهلكم. للقائم جميعا. على راسكم. هلا بالشباب، هلا بالابطال، يلا. كل شخص وقصته، كل شخص واجواء. هلا بالحبيب، هلا هلا بالشباب. يلا خلينا نكمل اجواء الرمضانيه في مدينه العظميه، وخلينا ناخذ الشاي. الشاي العراقي البغدادي اللي على الفحم، تمام؟ هذه الاجواء العظميه بمحلاتها ببساطتها. السلام عليكم استاذ. رمضان كريم. هلا الله يامن. شلونك؟ بس لحظه شوي. يلا كمل كمل، احنا شو نريد؟ احنا نريد الدفو، تمام؟ يلا رمضان كريم استاذ. شلون الصحه؟ الله يخليك. جاي تشرب شاي؟ اي والله. زين ليش الشاي على الفحم؟ هو احسن شيء. لا شوف، هاي تقاليد عراقيه بعض. تقاليد عراقيه. طيب الشاي على الفحم؟ اي والله. شرطه يلا. عوافي. تعال على الفحم. زين شنو الله يسلمك، شنو موضوع يعدل الراس؟ هذه الجمله العراقيه، شاي يعدل الراس. انت حتى بالصيف العراقي يشرب شاي. فما يحتاج. والله العظيم. حياك الله، شكرا حبيبي، يلا. خلينا نشوف اخوي. ها استاذ شلونك؟ يلا خلي نكمل. شلونك حبيبي رمضان كريم؟ علينا وعليكم. شلون الصحه؟ الله يخليك. شلون اجواء رمضان وياكم؟ والله الحمد لله بخير. والله هاي بس ساعه تتواجدون هنا بالشاي؟ والله تقريبا الساعه 5:30 احنا نطلع. يلا هسه جايك الافطار. هاي بس ساعه تقريبا 5:30 نفتح المغرب. قبل يعني قبل الفطور بنص ساعه ربع ساعه. وهاي قهوتكم هاي؟ هاي قهوه وهاي شاي وحامض. اي والله. اها الله يرزقكم. شو اسمك؟ انا محمد. محمد. من سكان العظميه لو لا؟ لا لا احنا من دياله. والنعم. حيا الله دياله. الله يسلمك. شلون دياله؟ والله بخير الحمد لله. برتقال دياله بعد عايش؟ برتقال الحمد لله موجود. الحمد لله. اي والله. هاي دياله ام الخير. هاي دياله. الحمد لله شكرا. الله يحفظكم. الله يخليك حبيبي. نتمنى رمضان خير عليكم. يلا. علينا بالخير ان شاء الله عليكم. احنا لا نحكي على الطير هاي. والله احنا كان حكينا وياكم هوايه. احنا بس المشكله الهواء والجاي ما نقصر ان شاء الله. خلينا نحكي وياكم. حياك الله. يلا. وشوفتكم والله حلوه. شكرك. شكرا. تحياتنا لدياله كلها. هلا هلا بالشباب. هلا. اقول لك خلينا نوخر دير بالكم وحطير علينا القمريه. يلا ايش قد نطلع فاصل. يلا هاي اجواء رمضان في مدينه العظميه بهذه الاجواء الممطره بهذه الرياح العاليه. كانت هذه حلقتنا بين هن وناسنا. نلتقيكم على خير في امان الله.